وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الكاتب الصحفي الدكتور أحمد يوسف. دكتور أحمد، كيف تقرأ المشهد في فرنسا والتخريب الذي تعرضت له شبكة السكك الحديدية الفرنسية وتأثير ذلك على أولمبياد باريس بالتزامن مع افتتاحها؟ أولا خلينا نذكر بسرعة أنه التخريب الذي وقع في أماكن بعيدة جدا عن باريس، دي على شبكة خطوط السكك الحديدية. و حسب ما أعلنت هيئة السكك الحديدية الفرنسية أنه بدأت الخدمة تعود تدريجيا إلى العمل في على هذه الخطوط. هذه واحدة. الثانية، وزارة الداخلية أعلنت منذ قليل أن ما حدث هو مقصود به يعني عمل فرقعة إعلامية في الواقع، لأنه الافتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر 7:30 بتوقيت باريس، يعني 8:30 بتوقيت القاهرة، تجري على قدم وساق. هناك حوالي 100 رئيس دولة هيحضر هذا الافتتاح، فيعني لا، أنا لا أعتقد أنه سيكون له تأثير على دورة الألعاب الأولمبية. ولكن يعني هناك بعض الأقاويل في الأروقة الباريسية، اتهامات لدول، اتهامات ل يعني قيل السترات الصفراء، قيل دول بعينها. ما الذي يقوله الشارع الفرنسي الآن؟ الشارع الفرنسي طبعا متخوف جدا من أن تقع أحداث يعني غير، ليس هذا وقتها. لكن عايز أقول لحضرتك ما ذكرتيه من أن هناك قوة تحاول بالفعل الشوشرة على مراسم الافتتاح. هو طبعا هناك مخاوف كما ذكرت سيادتك، يعني ليست السترات الصفراء، ولكن شاع منذ يومين أن ربما تكون هناك أيادي لروسيا أو للصين في عمل تخريب إلكتروني على الشبكات الفرنسية وغيرها. شاع أيضا أنه ربما يكون جماعات من اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف. السلطات ما زالت تجري تحقيق في هذا الموضوع، ربما نعرف النتائج مساء اليوم أو غدا. إذا سمحتي لي حضرتك بس عايز أرجع تاني لما سوف يحدث في الافتتاح بعد حوالي 2:30 من الآن. إن في فرنسا، وهذه أول مرة، يعني هذا أول مرة يحدث في تاريخ التأمين الداخلي الفرنسي، هناك أكثر من 50,000 جندي تأمين العاصمة الفرنسية. وعايز أقول لحضرتك النهارده باريس ما فيش فيها عربية واحدة ماشية في الشوارع. قيل إن تم منع العربيات المدنية من دخول باريس، يعني قاصرة فقط على عربيات أمنية إن صح التعبير. طبعا يعني وزع على السكان خريطة بمحطات المترو المغلقة، بالشوارع المغلقة، بالأحياء التي لا يجب إلا في حدود، يعني إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى يجب الذهاب إليها. فهناك إجراءات عنيفة، بل هناك دول حول فرنسا وحتى دول عربية أرسلت قوات لدعم السلطات الفرنسية في تأمين هذه الدورة على وجه الخصوص. هذا يحدث لأول مرة. هل تأمين الدورة بأكملها أم فقط حفل الافتتاح بما أنه مليء بالزعماء؟ الدورة بأكملها طبعا. حفل الافتتاح أهميته في أنه أهمية نفسية، يعني لو تم حفل الافتتاح بدون مشاكل سوف تسير كل المسائل كما يعني ينبغي فيما بعد. أما إذا حدث شيء اليوم مساء اليوم لا قدر الله، وأنا عندي يعني عندي معلومات عن ما سوف يعني يحدث أثناء العرض، حاجة يعني مهولة جدا على نهر السن وبين اللوفر وبرج إيفل وحتة اللي هي اسمها ساحة مارس. فعايز أقول لحضرتك الحادث القطار الذي حدث اليوم هو مقصود به فرقعة ليس أكثر من هذا، ولن يمس بشكل مباشر دور افتتاح الذي سوف يحدث عند 8:30 مساء. يعني قيل أن إصلاح التخريب الذي حصل في شبكات السكك الحديدية الفرنسية سيستمر لأيام، وهذه الشبكات بتنقل المسافرين من باريس إلى يعني بلدان أخرى في دول أخرى.
بمعنى أنت تعلم الخطوط الحديدية الفرنسية ممكن أن تنقل المواطنين من فرنسا إلى ألمانيا طبعا. أو من فرنسا إلى سويسرا وهكذا طبعا. فبالتالي مدى تأثير ذلك على المرتدي من الجماهير للألعاب الأولمبية؟ لن يستطيعون القدوم يعني أقصد أنهم لن يستطيعوا القدوم. لا خليني أقول لحضرتك بشكل واقعي يعني هذا سوف يضر بالدرجة الأولى المسافرين لقضاء أجازاتهم. إحنا على أبواب الأجازات الصيف الكبرى وبالتالي ما حدث في خطوط الشكك الحديدية في شمال هذه الخطوط المتعلقة بالإقليم اللي هو بيسموه النورماندي وبريطانيا في شمال غرب فرنسا، شمال وشمال غرب فرنسا وبالتالي لن يؤثر لأنه ليس هناك لاعبين سوف يأتون لحضور الألعاب في هذه الخطوط هذه واحدة. اللاعبين موجودين أوريدي في باريس، كل اللاعبين موجودين في باريس. أقصد المتفرجين، المتفرجين هل بإمكانهم أن يأتوا إلى باريس من دول أخرى أم أن الأمر سيقتصر على الطيران فقط؟ موضوع المتفرجين حسم وانتهى ولن يكون هناك متفرجين، المتفرجين موجودين في باريس أوريدي وعايز أقول لحضرتك موجودين منذ يومين وسمح له بالدخول من الساعة 4 بعد الظهر بينما الاحتفالات في 8:30 مساء. يعني أتفق مع سيادتك في أنه التأثير قد يكون نفسيا أكثر منه عمليا أو ماديا على الأرض في منطقة افتتاح الألعاب الأولمبية. هناك طبعا إذا سمحت لي سيادتك هناك طبعا الجانب السياسي في الموضوع بس أنا مش عايز أخوض فيه كتير، لكنه الوضع الداخلي السياسي في فرنسا وضع معقد جدا وصعب وشائك. فرنسا بلا حكومة وبلا رئيس وزراء وبالتالي يعني ما سوف يقومون به اليوم سننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات في الفترة القادمة. من باريس الكاتب الصحفي الدكتور أحمد يوسف كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.